اسرع من كده ازاي بقى؟ اه عريسك اللي جاي بدري عم عادل عليا. معلش يا ماما اصله مستعجل قوي. اعذروه. ايه ده؟ ده هويتي. شايفه بنات دلوقتي؟ شايفاهم. مش زيك دوختنا الحكايه عندكم شهر ونص لحد ما عرفت اشوفك، ومن كسوفك بدات مجاني القهوه على نفوخي. طيب وحياة ابوك بلاش ترجع بقى، وتفضل قابل الراجل اللي مستنيك. اتفضل بابا. ايه نعم والنبي. نعم خليك حنين معاه. حنينك بس؟ يعني شايفاني خارج قبله ماسك فيه لساتور؟ لا مش قصدي، قصدي يعني ما تدقش معاه في حكايه المهر والشبكه والحاجات السنوية دي. نعم. امال يعني عايزاه يكلمه في ايه؟ في ماتشات الكوره؟ يا ماما الحياه الزوجيه الحديثه عباره عن تعاون بين شخصين متفاهمين على الخطوط العريضه لتنميه المجتمع عن طريق الانجاب السليم. يعني الماديات دي كلها ملهاش اي مناسبه في حياتنا. فهمتي حاجه يا حفيظه؟ ابدا يا اخويا، ده باين انها بتتكلم بالفلفاسه. سمعت اسفانا. الاستاذ اللي بره قلقان خالص، راح يقدمي له حاجه ساقعه. ده شرب 7 ازاز كزازه لحد دلوقتي. يا لهوي حبيبتي. اهلا وسهلا. اتفضل. عمي في الحالات اللي زي دي المفروض اقعد الم شبك صوابع ايديا كده وابقى ملخوم مش عارف اتكلم. وكل شويه ابص في الارض واعمل روحي مكسوف. وبعد كده يعني اتنحنح عشان صوتي يطلع. والمفروض ان سيادتك يعني تبقى راسم نفسك وعامل بوزات بقى وحاجات من دي، مش كده؟ يا استاذ منصور في حاجات مهمه لازم. عارف ميعاد الفرح. انا شخصيا يناسبني الخميس اللي بعد اللي جاي، لان بعد كده انا مسافر عشان عندي شغل في الاقطار الشقيقه. اما من ناحيه الفرح انا ما احبش المصاريف الزياده والبهرجه زياده عن اللزوم، كل دي مصاريف والمعازيم تبقى على الضيق.
أنا شخصيا من ناحيتي ماكسيمم هيكون من 8 إلى 10 معازيم. أستاذ منصور إذا سمحت. أرجوك يا عمي، أنا مضطر أعتذر عن مسألة الغداء النهاردة، خليها اليوم تاني. غدا؟ حد جاب سيرة غدا؟ يبقى أكيد تقصد عشاء. حكيم أنا عارف إن النسايب دايما يعزموا العرسان على غدا وعشاء ويطبخوا حاجات كتير كده ملهاش لازمة ومصاريف زيادة وبهرجة عشان يبانوا إنهم متقنعرين. مفيش الحاجات دي بيننا وبين بعض يعني، ها؟ بلاش العقد دي. عليا بت عليا. نعم يا منصور. مبروك يا بنتي عليا. انا وبابا اتفقنا على كل حاجه. صحيح. حفيظه هاني. ايوه يا ابني. حماتي. مبروك عليكوا انا. هشوفكوا قريب. تعالى يا بنتي عليا. لحقتوا تتفقوا اوان كده؟ هو انا لحقت اتكلم؟ ازاي؟ انا ما قلتش جمله واحده مفيده. اصل منصوري عنده قدره شديده على الارسال والاستقبال، حضرتك تقول حاجه قبل ما تقولها هو يحس بيها ويجاوب. احساس. هو عنده احساس خالص. إذا كان يا مرزوق زي عليا ما بتقول، يبقى الشاب ده أكيد فيه شيء لله. بلاش تخريفي يا حفيظة. يا أختي. ده بيت ومستقبل، مش هزار. يا عليا يا بنتي، أنا زي كل أب في الدنيا، نفسي ومنايا أشوفك سعيدة، متجوزة مع عريس يحبك وتحبيه، لكن ده رجوز. يا بابا، أنا متأكدة إن هكون في منتهى السعادة مع منصوري. إشمعنى هي اللي مش هتكون سعيدة يا مرزوق؟ ما إخواتها هم. ممدوح ومسعود عايشين في منتهى السعادة والهنا، والعيلة كلها من شرقية لغربية بيحلفوا بحياتهم. ألو ألو ألو، ردي خلي عندك دم. مين يا منى؟ هيكون مين يعني؟ واحدة مايعة وحلوة. يا سلام، وعرفت مواهبها كده بكل بساطة؟ واحدة بتكلم راجل متجوز في بيته، هتكون ايه غير كده؟ يا لطيف يا رب. وعرفت منين بقى انها بتعكسني؟ يا سلام، عايزة ذكاء دي. لا مش عايزة ذكاء، انت صح. الو؟ ايوه. مين؟ اهلا 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 اهلا. ازاي حضرتك؟ ها؟ اه بقى حضرتك اللي طلبتي من دقيقة والخط اتقطع. لا معلش، لا 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 ابدا، ما فيش حاجة. نعم؟ موجودة. اتفضلي. الست والدتك. ايوه يا ماما. ها؟ وبعدين؟ حصل ايه؟ باي باي يا منى، انا نازل. استنى. طب يا ماما انا هطلبك بعدين، مع السلامة. لا ما حصلش حاجة، هطلبك تاني. ايه ده يا استاذ؟ في ايه تاني؟ لزومه ايه المنديل اللي بجيب الجاكيتة ده؟ ملوش لزوم. نعينه. تعينه تخليه ما تفرقش معايا. انما لزومه ايه تزود الشياكة وتلمع نفسك بالشكل ده؟ ألمع ايه والشياكة ايه اللي زيادة؟ ما هي بدلة عادية زي بقية البدل. ورايح فين بالبدلة العادية اللي زي بقية البدل؟ يا حبيبي. رايح العيادة يا حبيبتي. وهي العيادة مش مليانة ستات يا حبيبي؟ ما هو عشان أبقى دكتور ناجح لازم تتملي ستات يا حبيبتي. ودمي أنا يتحرق يا حبيبي، مش كده؟ وبعدين يا منى في الغيرة المرة اللي عايشين فيها كل يوم دي؟ أنا مش بغير، أنا ست قوية وليا شخصية. غايته ما هناك إني ما أحبش أعرف إنك بتكلم أي ست أو بتشوف أي ست أو بتقابل أي ست. وما تنساش يا أستاذ ان احنا حبينا بعض واتجوزنا من العياده. ما هو كمان مش معنى كده ان صاحب كل واحده تجيلي عياده. يا منى يا حبيبتي، الانسان ما بيحبش غير مره واحده في حياته، وبالنسبه لي المره دي كانت حضرتك. والله العظيم حضرتك، ولا فيش غير حضرتك. وارجوك تفهمي حضرتك انها تخف عن حضرتي، لان حضرتي هيفرقع بسبب حضرتك. ما تحاولش تخدر اعصابي بكلام لا يودي ولا يجيب. انا عارفه ان الرجاله عينهم فارغه وما بيرضوش بست واحده. وما تنساش يا استاذ اللي حصل لسناء بنت خالتي وجوزها. وهو المفروض ان اتحمل لعنه كل راجل يغلط في الدنيا؟ ثم انت ليه بتخلي حالات الجواز الفاشله قدام عينيكي باستمرار لدرجه انك ما بقيتيش تشوفي غيرها؟ ما هو انا لازم اخليها قدام عينيا عشان اعمل حساب اليوم زي ده قبل فوات الاوان. بالطريقه دي عيشتنا هتبقى هباب في هباب، واخرتها كل واحد فينا هيقدم استقالته للمأذون. هاي 100 مره قلت مفيش لعبه كره في الشقه، والله ما انا عاتقك يا ابن الكلب. ما تعملش عقلك بعقل العيال
الشط فاول في وشي يا محاسن. ما يقصدش يا حبيبي. يعني اسيبه خزع عينيا واقعد في البيت ضرير؟ ولا وانا حماده. انت البنت اللي بتعيط يا مسعود. مسكتها ازاي يا محاسن؟ شيلها ومشيتها يا مسعود. يا دول بيه. بس الاكل في الدماغ. بس طب بايظ بايظ يا روح. بس البنت سكتت يا محاسن. نيلها في سريرها. سيب القميص يلا حماد. انا بصطاد سمك. تصطاد سمك تصطاد كوارع. سيب القميص بتاعك. هو اللي شالك في السناق. ولك سيب القميص. عجبك كده؟ قطع. هو اللي قديم. واديني مناعتك. العين يا ماما. العين يا ماما. ايه تاني يا مسعود؟ العين ولادك هيجننونا يا ست هاني. معلش هدي نفسك. هدي نفسي؟ اجري شوفي القميص تاني عشان البسه واروح المكتب. منين يا حبيبي؟ القمصان كلهم وسخين. نعم كلهم وسخين؟ ان ما قطعتك يا ابن الكلب. معلش يا حبيبي الفرد لازم يضحي من اجل الجماعه. وانت الفرد واحنا الجماعه. ولسه ياما نشوف. المصيبه انك انت معبايه تاني. دي اسم ونصيب يا مسعود. واجيب منين فلوس علشان ربي الاسم والنصيب دول يا محاسن؟ ربنا يرزق يا مسعود. ربنا ادانا عقل يا محاسن. يعني انا مجنونه يا مسعود؟ وبنت مجنونه يا محاسن. نعم. مش بتسمعي كلام امك ونصايحها؟ خلفينه كتير يا محاسن. مفيش حاجه تأجل الراجل للخلف يا محاسن. اعملي زيي يا محاسن. مش هي دي نصايح امك؟ ايه ده؟ عند كده يا ست هانم؟ فداك يا حبيبي. فدايا؟ انت عايزة تطلعي زرابيني؟ اخص عليك، انت ليك زرابين ومخبية عليا السنين دي كلها؟ هي دي الزرابين يا حبيبي؟ في حالة غريبة البيت بتاعنا ده، كل يوم ينزل متخانق مع مراته، وينزل من غير جزمة، وهي ترميها له من البلكونة. أرجوك يا دكتور، طمني، أنا خايفة أوي، ما بنامش. صدقيني يا ست هاني، مفيش حاجة تستحق الخوف، كل الحكاية شوية تعب أعصاب زي ما بقول لك دايماً. أعصاب، وهي الأعصاب تعمل في قلبي كده يا دكتور. ساعات في آلام في القلوب، ما بيعرفهاش الدكاترة، لكن بيحسوا بيها اصحابها. الطب رايه غير كده. دكتور انت متجوز؟ ايوه. يا بخت مراتك بيك. ياه للدرجه دي؟ طبعا. مين تطول ان يبقى شريك حياتها دكتور ناجح زيك، وغير كده انسان رقيق ودمه زي الشربعه. أشكرك على المجاملة الرقيقة دي. دي الحقيقة يا دكتور. طب اتفضلي البسي هدومك. أهلا بس هاني، لا مؤاخذة الدكتور عنده كشف. تعالى. واحد ولا واحد؟ واحدة طبعا. كبيرة ولا صغيرة؟ حلوة ولا وحشة؟ هي معقولة يا استاني. ايه معقولة دي؟ اصل دي حكاية نسبية يا استاني، وانت عارفة طبعا ان اليومين دول مش ممكن الواحد يقدر يحدد سن واحدة ست من الحاجات اللي بيعملوها في نفسهم. غريب. ده لو كان بيحكي لها ألف ليلة وليلة كان زمانه خالص. ايه ما هي دي حكاية نسبية كمان يا استاني. يوه فلقيتني انت الدكتور بتاعك. استهاني. ميرسي يا دكتور. العفو يا فندم. مع السلامة يا هاني. الله يسلمك.
تخش اوضه الكشف بالطريقه دي. كنت عايزني استاذن؟ اقل ما فيها احتراما لشعور المرضى. احتراما لشعور المرضى ولا خايف اشوفك كده ولا كده؟ يا منى مش معقوله اللي بيحصل ده، مفيش راجل في الدنيا يعتبره، وارجوك كفايه بقى. طب بذمتك، بذمتك اللي خرجت دي شكلها شكل عيانين. طب عايزاني اعمل ايه يعني؟ اعلق يافطه على باب العياده اكتب عليها الكشف للسيدات فوق الستين حسب تعليمات زوجة الطبيب. والله فكر، بس يكون احسن تخليها من 70. ممكن افهم حضرتك جايه العياده فجاه زي مفتشين الترماي ليه؟ اولا عشان اشوفك. شفيتك العافيه. وثانيا عشان اخدك معايا حفله تجن. كلمه اخدك معايا دي ما احبش اسمعها. انا مش طرطور بتهديك ايدك. يا ست هاني اسمها نروح سوا حفله، او عاوز اروح معاك حفله. يا سلام، هي دي اللي هترجي غرورك؟ مش غرور يا منى. حاضر، ممكن يا دكتور تاخدني معاك حفله تجنن؟ طب والمرضى اللي بره اعمل فيهم ايه؟ طب ما تكشف عليهم، هو انا حشتك؟ خدي قاعده. ايه ده؟ انت هتقعدي هنا وانا بكشف عليهم؟ ايوه، اصل بصراحه في واحده بره شكلها مش عاجبني. بقول لك ايه؟ ما توزعها على دكتور تاني. أكيد جات لي العيادة قبل كده. أنت مش فاكر وهي فاكرة مش كده؟ ده شيء طبيعي يا منى، أنا يوميا بكشف على 30 20 مريضة، وهي بتتعامل مع دكتور واحد بس. خلينا نتفرج على الرقاصة. صلي على النبي وهدي. دي سابت الرقاصه تتفرج على حضرتك. بقول لك صلي على النبي وهدي. انت هتتريق عليا؟ منى فضلكم. يا اخويا انت راخر، انزل. من فضلك تبقى تقول للستات بتوعك لما تبقى معايا مراتي احترموا شعرها وما تعكسنيش. حاضر، هقول لهم واحده واحده. في حاجه تاني؟ عجبك البهدله دي؟ تصرفاتك هي السبب. حاجة غريبة أوي. يكون في علمك كلمة زيادة بعد كده هقوم وأمشي. من فضلكم هدوء شوية، مش عايزين نتفرج. ما تتفرج يا أخي، أما شيء بارد وأنا مغمي عليك. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ يلا على البيت. هي دقيقة كتير علشاني. استناني استنى. مسعود مسعود، مسعود مسعود، نايم. اصحى مدام. انت مصحاش؟ ده مش صوت نايمين. انا صوتي كده وانا نايم. يا زوجتي العزيزة، لكل إنسان على هذه الأرض قدرة على التحمل، قدرة على الكلام، قدرة على السهر. أنا قدراتي خلاص كلها انتهت، اعتزلت. فيها إيه لما تصحى وتعرضك حبيبتك؟ تكلمها كلمة؟
تكلمك كلمه، خصوصا الولاد نايمين. لازم انام انا كمان عشان اصحى بدري اروح المحكمه، ورايا قضايا لازم اترافع فيها. هو انا قلت لك ما تترافعش؟ لو قعدت اكلم معاك زي ما انت عايزه هروح المحكمه الصبح، ما اعرفش القاضي من وكيل النيابه. كدبين انا وصدق شويه ورق زي دول؟ لا ما يصحش. طب اتفضلي نامي. نامي نامي بقى نامي. لازم الست تنحل وبر جوزها اول باول، ولا تخليش حيلته حاجه ابدا. حكي للرجاله يوم ما يتريشوا يتروا على بره. صدقوني انا دوبت اربع رجاله مع بعض. لا يا حبيبتي، واحد ورا التاني. الاولاني افتكر انا لسه على نياتي فرقعني بومبه، فخدت بالي من التاني والتالت، عاشوا معايا زي الخاتم في صباع. وليه اتطلقتوا؟ عينيهم كان زيها بيبص لبره، تكلمي واحد فيهم يتنرفز يعمل نفسه انه مظلوم. يظهر الرجاله كلهم كده، بس الست في ايدها تحافظ على جوزها زي ما انا حافظت على الرابع. انا مش حكيت لك يا منى لما اتقابلنا هنا وانت لسه متجوزه؟ فعلا، ودي نصيحه تتنسي برضو. وعملتي ايه معاه بالظبط؟ احسن هي لسه متجوزه جديد. روشته. رحت فين؟ جيت منين؟ بتكلم مين؟ بتبص لمين؟ ها؟ خليته بقى يخاف من خيالي. لكن ما قلتليش اتطلقتوا ليه؟ ما طلقناش يا حبيبتي، بطق ايمان قضاء وقدر. بسرعه خلصني، عايزه اروح السينما. كده بقى في راجل عنده وفاء بالشكل ده؟ بلاش نتناقش في الفيلم، لحسن نشبك سوا ونقلبها خناقه. كفايه اللي حصل امبارح. يا سلام، قال يموت نفسه عشان زعلان عليها. يا ستي انت ايه اللي مزعلك؟ هو اللي مات وهو حر في نفسه. اصلها افلام بعيد عن الواقع. وايه الواقع من وجهه نظرك؟ يعني مثلا لو بعد الاربعين اتجوز واحده تانية على طول، هو ده الواقع؟ مش ده اللي حصل للمرحومه نوال بنت عمي؟ ايه ده يا استاذ انت بتشوفش؟ متاسف يا اسطى. متاسف ده ايه؟ معلش. ايه مالك متاسف وخلاص؟ انت هتتلمد ليه؟ اسكت انت يا منى بس. انت مش سامع وبيشتمك؟ معلش. عاوزك تسر العربيه وقولي متاسف وتكرت وامشي. معلش يا اسطى معلش. ايه ما خدتش ايدك عليه؟ ايه؟ ايه؟ عاجبك كده؟ مش لازم ادافع عنك؟ اي عشان تدافعي عني تقومي تدبسيني في قضيه؟ وايه يعني؟ مش اخوك محامي؟ محامي؟ ايوه. هو قاعد معايا. أنا غلطت في الشقة باين، لكن ده فيهم واد شبه ابني. هو ابني يا محاسن. أنت خلفته أنا في الشغل؟ لا يا مسعود. أمال دول يبقوا إيه يا محاسن؟ دول ولاد أختي لواحظ، جابتهم عندنا الليلة دي عشان عندهم ضيوف. آه الليلة دي بس يا محاسن؟ يعني يومين ثلاثة يعني. يومين ثلاثة محاسن. امسكها محاسن. محاسن غطيني صوات يا محاسن. كنت فين يا سعاده البيت؟ دي العياده كانت مليانه. اعمل لي فنجان قهوه. اولا سيادتك اتصل من اسكندريه وهيطلبك تاني. الو. اهلا يا مسعود. انا زفت والحمد لله. رحت السينما من 6 ل 9 اتفرجت على فيلم عاطفي، وفي السواريه رحت قسم البوليس اتفرجت على فيلم مغامرات بطولة مراتي. طب العامل يا ممدوح ننتحر يعني علشان يقولوا ولاد مرزوق الشرنوب انتحروا بسبب مراتاتهم؟ اسمع انا ماليش مزاج اروح. عندك مانع تقابلني في البار بتاع زمان؟ ما عنديش مانع طبعا. انا كمان ما بقاش طايق اروح. البيت بقى عامل زي جبلات القرود، اللي بتعيط واللي بيشوط فاول في وشي. انا عندي عيال بتصطاد سمك من فوق الدولاب يا سيد. مع السلامة. مين؟ ممدوح بيه؟ أهلا وسهلا. كده برضو الغيبة دي كلها من ليلة جواز حضرتك، ما نشوفكش هنا؟
كانت ليله سوده يا وليم. ليه كفل الشر؟ هقول لك ايه ولا ايه يا وليم. مساء الخير يا عم وليم. مش معقول مسعود بيه؟ مسعود ايه؟ قول منحوس متعوس. متعوس ليه؟ ايه اللي ليه؟ انت ما انتش عارف ان انا متجوز بقالي 8 سنين؟ عارف. طيب تسأل ليه؟ ما تسألش. انتوا خوفتوني من حكاية الجواز دي قوي. ده انا مخطوب ومقرية فتحتي. نصيحة، فوق وتراجع قبل فوات الأوان. 50 دكتور أمراض عقلية كلهم أصحابي، ما قدرتش أروح لواحد منهم قبل الجواز كان رجح لي عقلي. ساعة القضاء يعمل بصر بعيد عنك يا ممدوح يا أخويا. وصحتك. على فكرة بعد ما كلمتك أبوك طلبني في التليفون. خير؟ أختك جالها عريس والفرح الخميس بعد اللي جاي. اسمع، أنا محامي ولي مبدأ، مستحيل أوافق إن راجل زينا يقع في شربة مية. يعني جات لحد أختك؟ ما تسيبها تتجوز، أحسن ما تفضل عانس في رقبتنا. أه أنا رأيك. ما شاء الله، أبناء الشرنوبي مجتمعين هنا زي زمان. ازيك يا عزة شرنوبي؟ فاين فاين فاين. تعال. مبروك عليكم جواز علي. انت عرفت منين؟ عمي رقعني تليفون وعزمني. انما مين العريس المنحوس اللي رماه القدر على عيلتك؟ سيبونا من علي وعريسها، خلوني في مصيبتي انا ومراتي. مصيبتي كفل الشر، قتلتني بغيرتها يا عزت. هي لسه على الحال ده؟ الحكايه زادت عن حدها لدرجه اني ما بقتش طايق البيت، حتى شغلي في العياده ما بقتش قادر عليه. ما هو لو كنت خلفت لكم حته عيل مفعوص ان شاء الله قد كده كان سلاها وشغلها عنك. يا عم يعني اللي عندهم عيل مبسوطين بلا نيله. حضرتها بتقول لك ايه؟ لا، الواحده ما تخلفش الا بعد ما تشعر بالاستقرار. كتبت الشقه باسمها ما استقرتش، كتبت العربيه باسمها برضه ما شعرتش بالاستقرار. مش ناقص بقى غير انك تكتب لها تنازل عن الشهاده اللي بشتغل بيها. انت ساذج على نياتك، حد يسلم ده لمراته بالشكل ده؟ يعني انت اللي فيتك يا سي مسعود؟ انا كل حاجه في البيت باسمي. يا راجل قول يا بسط، تحيتك في البيت غير شويه العيال تلاقيك مستلف عليهم. بصراحه يا جماعه كده انا بقالي كام يوم بفكر في الطلاق. طلاق؟ اتجننت؟ المأذون اللي يطلقك يطلقني انا كمان. وكده نبقى جمله عشان نبقى ارخص. لا خليك عاقل، انت عندك ولاد. ادفع نفقه وربي سته احسن ما افضل متجوز كمان سنتين وما اعرفش اربي 12. يا جدع سته ايه بس؟ انت كل الحكايه عندك تلات ولاد. في ثلاثه تانيين في بطنها، دي مراتي وانا عارفها ماشيه زي امها بالظبط. ارجوكم كفايه لحد كده، لانكم حطمتوني وكسرتوا قلبي. انا عزت مصطفى الشرنوبي يجي عليه اليوم اللي يشوف فيه ولاد عمه عايشين في بؤس وشقاء امبوزيبل. تعبنا يا عزت، تعبنا ومش قادرين. بعد طلاق هيصلح كل حاجه. ارجوك مش عايز اسمع كلمه الطلاق دي ابدا، لانها وسيله الجهلة والضعفاء لحل مشاكلهم. اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. خلينا في حالنا والنبي. انت عارف يا دكتور يا عظيم لما تتطلق هيجرى لك ايه؟ انت دكتور ممدوح مفروض شلومي؟ ايوه. في حكم غيابي بالحبس 6 اشهر مع النفاس. حكم؟ حكم ايه يا شاويش؟ نفقه متاخره. وانا قلت ما ادفعش؟ ثم ده حكم غيابي وانا لازم اعارض فيه. اتحبس الاول وبعدين عارض. عيب يا شاويش، عيب، ما يصحش ما تقولش كده، ده انا دكتور محترم. قدام. عيب يا شاويش. قدام. وشوف بقى فضحتك قدام العيانين بتوعك ولا الحبس مع المجرمين وقطعين الطرق يا دكتور ممدوح يا شرنوبي. الحمد لله انا وضع مختلف، مراتي وحمايا وحماتي صحتهم اتهدت من كتر الخلف، ما فيهمش حل يروحوا محاكم، يعني صحتهم باظت الحمد لله. انت مسكين يا غلبان، حالتك اصعب من حالة اخوك. ليه؟ انت مجرد ما تتطلق هتحصل مأساة يتحدث عنها الزمن، تراجيديا تدمي القلوب وتنكتب في صفحات التاريخ بالدموع. واه يا ليل يا زمن. انا اتنشال مع فرسي، جي ولد نط دلوقتي من الباب الحقوق. استنى يا اسطى. محفظتك يا استاذ. لازم توديه للبوليس. ابني ولدي فلزه كبدي بقى نشال. انت مستني ايه بعد انت وماما اتطلقتوا وسبتونا في الدنيا لوحدينا؟ واخوك فين؟ بقى نشال في المترو والترميات. يا خيبتك يا مسعود. واختك بتسرق شقق او حالها لعالي العال.
رحمتك يا رب. مسعود 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 ايه تعقدتها كده ليه يا اخي؟ انا راجل واقعي دايما ابص لقدام. ما دام الحكايه كده بقى يبقى مفيش قدامنا غير ان احنا ننتحر ونخلص. ايوه ويا سلام بقى لو كل واحد منا قبل ما يموت يكون مبلغ ان مراته هي اللي قتلته علشان البوليس يقبض عليهم. حلو اكون انا بقى ايه موصي كام محامي صاحبي يترافعوا ضدهم عشان يودوهم في داهيه ويحكم عليهم بالاعدام. حلوه حلوه دي يا استاذ يا سيد يا ولاد عمي يا ولاد الشرنوبي. انتوا بتفكروا بعقول متاخره جدا. علم الحديث حل كل مشاكلكم بدليل ان الراجل متجوز بقالي 9 سنين وعايش في قمه السعاده وما موتش. يا عم انت حظك من السما. مفيش حظ، في مخ، في تخطيط، في علم، ساينس. قصدك ايه؟ حد فيكو قرا كتاب العالم المشهور مستر هوبنز اللي اسمه كيف تخون زوجتك وتسعدها؟ اسمه ايه الكتاب؟ اسمه ايه؟ كيف تخون زوجتك وتسعدها؟ طبعا لما تبقى هي سعيده هتبقى انت سعيد، البيت كله هيبقى سعيد. انا عمري ما سمعت عن الكتاب ده ولا انا. عرفتوا قد ايه انتوا غلابه؟ الكتاب ده اهم مرجع في السعاده الزوجيه. ازاي؟ ازاي؟ انا اسبك عشان عندي واجب لازم اديه. تعال هنا. انت بتسمم عكسة الستات واجب؟ يا ممدوح يا اخويا انت ليه بتاخدها بالزاويه دي؟ ليه ما تقولش اني بجدد نشاطي عشان اعيش سعيد واسعد شريكه حياتي؟ الكلام ده موجود في الكتاب برضو؟ انتوا نسيتوا ان الكتاب اسمه كيف تخون زوجتك وتسعدها؟ كل ده موجود في الفصل الاول. عن اذنكم. بالشرف يا عم الحاج، ما احنا محبكين اهي قوي وبناخد على دماغنا. يلا بينا. طب انا كنت عايزه اعرف بقى اللازمه اللي كانت مشهوره بيها مدام مريم ونيس، تقدري تديني اللازمه بتاعتها الحلوه دلوقتي؟ شوفي هي يعني مفيش اول حد يقدر يعمل حاجه هي ممدوح مش جعان؟ لا تعبان؟ ايوه زعلان؟ حاجه تعودنا عليها. انا اسفه يا ممدوح، انا استوخت نفسي قوي بعد اللي حصل، خصوصا اسم البوليس كان دمه تقيل قوي. كل مره تقولي لي حقك عليا وبعدين نرجع نتخانق تاني. معلش يا ممدوح مش هزعلك تاني. منى منى انا بموت فيكي بس نفسي تبطلي حكايه الغيره دي. ريحة برفان. وهيجيني منين الأطران ده؟ بتسألني أنا؟ أمال أسأل مين؟ شوف أنت كنت حاضر مين؟ لا ثانية واحدة قبل ما تبتدي. والآن سيداتي أنساتي سادتي نبدأ برنامج المساء والسهرة كالعادة. تبدأ السهرة بأغنية أريفني وإلي مزاجي للمطربة المشهورة منى، ثم تمثيلية أريفني من فضلك للفنانة القديرة على العكنانة يا منى، ثم نختتم السهرة بالفيلم العالمي المعاكني نون بطولة نجمة العكنانة الأولى منى. اتفضلي يا ست هاني، اتفضلي قولي المقرر عليا كل ليلة وكل يوم من ساعة ما اتجوزتي. أنا بعمل كده؟ أمال مين؟ طب والله منى قاعدة معاك في الأوضة. سكت يا بنت دي يا معاك. سكتها أنت يا مسعود، ده انا من الصبح محتاسة بيها. ولا اشرف اشرف اتخذ شويه كده خلينا نام جنبيكم. السرير صغير روح روح نام في اوضته. ايه؟ السرير صغير روح نام في اوضته. كتكني لو انت عامل زي قاسم السماوي. بابا بابا تعالى يا بابا احنا بننظر معاك.
تاخد شويه لجوه عشان انام. اتلال في النص يا بلاش. طبعا طيب بس ابقى خليه فكرت جبان. لا نعمة تجبان. يا ريت تنام جنبينا كل يوم. يا عفريت قد ايه النومه جنبيكوا حلوه مع اني شايل الهم كله بسببكوا. يا جدع انت سيب الشاكوش اللي في ايدك ده ونتكلم جد شويه. احنا بنتكلم جد اهو. خيانه ايه بس يا عزه اللي هنحل بيها مشاكلنا؟ انت مثلا اللي منرفزك من غيره مراتك انك مظلوم وبريء. مظبوط مظبوط. خلاص تخيل نفسك انك خنتها وراجع البيت اعصابك هاديه ورايق لانك عارف مقدما انها هتتهمك بحاجات انت عملتها. تخيل كل ده بقى وشوف ايه اللي هيحصل. تقدر تقولي كنت فين دلوقتي؟ انت ما بتردش ليه؟ وكمان بتعمل. شفت ازاي هدوءك خلاها تستسلم للامر الواقع ومره في مره هتبطل تتنرفز لانها هتتعود على كده وهتبقى سعيده وانت سعيد والبيت كله سعيد. هوبينز بيقول كده سعيده ليلتنا سعيد. الله ده احنا لو وصلنا لكده نبقى اخر تمام. بكره تدعي لي. اما انت ايها البائس المزراب. يا عم سيبني في حالي انا ماليش دعوه بيكم. حاجات ده عايزه مصاريف. خد اللي جاي من الاوضاع مش مكفي. وجود واحده تانية في حياتك هيفتح نفسك للشغل هليك تشتغل وتكسب اكتر. هشتغل اكتر من كده ايه؟ ده انا مش ملاحق. قضايا جواز نفقه مدني طلاق جنائي بروح اضمن حراميه في الاسلام واخد ربع جنيه على كل واحد. انا بشتغل 24 ساعه مش مكفي. ايوه حاسب يا اسطى مسيرك تقع في واحده غنيه تاكل بعليها حلاوه وتحل لك كل مشاكلك. تبقى لذيذة أوي الحكاية دي. الواحد يقشلها ويفقعها بوم. طبعا اسمع يا عزت أنا موافقك وهنفذ كلامك. أي واحدة تقابلني هشد معاها كلامي. وخلي منى بقى تتهمني زي ما هي عايزة. برافو. بس تعرف إنك جاهل وتفكيرك ضيق أوي بالنسبة للشؤون النسائية. ليه بقى؟ مستر هوبنز حدد شروط ومواصفات للدخول معاه. لأنك مثلا لو وقعت مع واحدة صغيرة طبعا بعد كام يوم اهلها هيحصروك بالسكاكين والمسدسات. وعشان تصلح غلطتك لحظه هتلاقي نفسك بتنزف وفي يوم وليله هتبقى جوز الاثنين مع انك تعبان قوي مع واحد. عندك حق. الواحد يدور على واحده مطلقه ما يبقاش عندها مشاكل. دي بقى وراها كل المشاكل. دي كمان؟ الله طبعا. هتبقى فاضيه وعندها فراغ وملل وهتطردك في كل حته وهتهددك يا تتجوزها يا تفضحك عند مراتك. وفي يوم وليله يا جميل هتلاقي نفسك برضه جوز الاثنين. انت جدع انت كل ما تتحل بتعقدها ليه؟ يا سيدي ولا عقد ولا حاجه. مستر هوبنز قال ان احسن واحده اللي تبقى حالتها الاجتماعيه زيك بالظبط. انتوا الاثنين هتخافوا من بعض. انتوا الاثنين هتعملوا حساب لبعض. بس دي نجيبها منين دي؟ هلو. اهلا 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 سونيا هاني. أنا زعلانة منك ومخصمة. ليه؟ عشان طلبتني في التليفون وأنت عارف إن مفاجأة حلوة زي دي
ممكن تأثر على قلبي التعبان. سلامة قلبك ألف سلامة. وأنا عشان كده اتصلت بحضرتك عشان أكشف عليه تاني وأشوف أحواله إيه. أنا كنت متأكدة إني مش هاهون عليه. طب لو سمحتي عشان أقدر أحدد العلاج مظبوط. أيوه. كنت عايز أعرف إذا كنت متجوزة ولا لأ. إيه الأفضل للعلاج؟ لو متجوزة أكيد أفضل بكتير. أبقى متجوزة؟ صحيح. أحلف لك؟ لا أستغفر الله العظيم مصدقك. ويا ترى سعيدة مع جوزك؟ والسؤال ده برضو من العلاج؟ ده بقى في صميم العلاج. في الحقيقة هو بقاله مدة مسافر وسايبني لوحدي. تصور أنا أتساب لوحدي. لا معاك حق. يسيبك لوحدك؟ آه ما يصحش. أنا حاسس إن لقيت العلاج المظبوط. عن إذنك دقيقة واحدة. ألو. أيوة عزت، أنا ممدوح الشرنوبي. قول لي مبروك، لقيتها وكل الشروط منطبقة عليها. هشطب العيادة واخدها ونروح على شقتها ويلا. لا يا ممدوح اعقل يا مجنون، اوعى تغلط الغلطة دي. كل كوم وشقتها كوم. انت عارف ايه اللي ممكن يحصل في شقتها؟ سونيا. ممدوح. جوزي. جوزي. خش البلكونه بسرعه. احنا ما عندناش بلكونه. وبالطريقه دي هتخسر عيله الشرنوبي واحد من اعز اولادها. ده غير الفضيحه والبهدله. امال عاوزنا نروح بيها فين بس يا عزه؟ مستر هوبنز بيقول ان اول لقاء عاطفي لازم يكون هادي وما فيهوش اعصاب متوتره. علشان كده لازم هي تفهم جوزها انها رايحه تزور حد من قرايبها عيان. انت كمان تفهم مراتك انك رايح لندن في مؤتمر طبي لمده يومين او ثلاثه. وفي الاخر لا هي هتزور حد من قرايبها ولا انت هتروح لندن. انما انتوا الاثنين تروحوا مكان هادي بعيد بعيد. ايه يا جدع الكلام اللي بتقوله ده؟ ايوه ايوه بس دي لفه بعيده قوي. اما نشوف. مع السلامه. سونيا انا يا خرابي. طب ما انا عارفه مش في العياده. عيب يا خرابي البيت. لا انا سونيا اقول لك عليه. شوفي اما نشوف. ايه ده قوي دي لفه بعيد. ايوه بس دي ايوه. اما نشوف. اما نشوف. ايوه شهيد. ملي اقول لك عليه سونيا انا بحب كل نعمتها يا خالد. عيب انت يا راجل. عين سنه كل نعمتها. عين سنه يهمني في ازاي انت يا راجل. عيب لا يا خالد. ان انا وهي انا بحب اقول لك عليه بتاعت هوبنز دي. سألت على حضرتك اسمها إلهام وقالت إنها هترجع تاني. طيب يا سيدي كنت هخر زي الجردل. عيب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا فندم. نرفع يا فندم ان شاء الله نرفع لك قضيتين. بس ايه السبب يعني؟ تمام يا فندم. سافر ورجعت فجأة لقيته بيخون. وفين؟ في بيتي وفي اوضه نوم. اخص اوضه نوم.
حد يبقى عنده زوجة رقيقة جميلة بالطريقة دي ويعمل كده؟ هي رجالة جرالها ايه؟ ما تفجرنيش ارجوك يعني. لا 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 مش كده بقى ما ينفع يا فندم. لا 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 انا جاي الحمام مش الحاجات دي. لا 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 بلاش بقى عشان انا راجل قلب رهيب وبتأثر بسرعة. بس مين؟ لا لا هوبلز ده راجل غفير عندنا في البلد. مساء الخير. تتحسد؟ ايه اللي جابك بدري؟ اعتبريها غلطة يا دمك. الو ايوه موجود. اقول له مين؟ واحد بيقول انه من نقابة الاطباء. تاني؟ ما قلت لهم لا. كلموهم انت عشان خاطري قولي لهم نايم. هم عايزينك في ايه؟ بعدين بعدين اقول لك. تلاقي واحدة قدمت شكوى انك عكستها وتلاقي نقابة. يا ساتر يا رب. الو الدكتور نايم، تحب اقول له حاجه؟ يا هانم ارجوك تبلغي الدكتور ممدوح ان النقابه قررت اختيار يمثلها في مؤتمر الاطباء المنعقد في لندن لمده 3 ايام. ارجوك ما تنسيش لان المؤتمر ضيق جدا والوقت مهم. قصدي المؤتمر ضيق والوقت برضو مهم قوي. اوكي مع السلامه. ازاي ترفض تسافر في مؤتمر زي ده؟ ما اقدرش اسيب العياده والمرضى بتوعي. قصدك المريضات بتوعك؟ ما تفرقش كتير. ما هو مش معقول تضيع فرصه زيتي منك. منى يا حبيبتي مش عارف اقول لك ايه. هي من ناحيه فرصه بس يعني من غير بس. من غير بس؟ طيب ممكن تساعديني لاني مشغول قوي بكره؟ عايزك تجيبي لي الفيزا من السفاره وتذكره الطياره. انت هتشغلني بقى. طب ما انا كمان هجيب لك كل حاجه انت عايزاها. منين؟ من لندن يا حبيبتي. ميرسي قوي انك وصلتني، كنت هدوخ على تاكسي. انا دايما تحت امرك. تصبح على خير. يا خبر ابيض. شوفي انا كنت حنسى. خير في ايه؟ تصوري اصل في حاجات كتير في القضيه لازم اسالك فيها وكنت ناسي. لازم دلوقتي؟ يا ريت علشان الحق اكتب مذكره واخرب لك بيتك. اتفضل اسال. في العربية هنا مش هناخد راحتنا. ايه رأيك ما تيجي نتعشى في حتة وندردش؟ والله عندك حق. انت ست متجوزة وعلى وش طلاق وما صحش تباني مع راجل غريب في ظروف زي دي. طب ايه رأيك لو تتفضل عندي؟ هندخل جوه يعني؟ مش احسن؟ هو في احسن من كده؟ يا الهام هانم هنكسب القضية بإذن الله وهخرب لك بيته وبيت اللي شدد له كمان. ده لما سعود الشرنوبي على سنه ورمح. اهلا. ذوق الفيلا هايل. ميرسي. قولي. نعم. تحب تتعشى ايه؟ أنا متهيألي أي حاجة، ما إحنا بينا واحد بقى. عندي فراخ ولحمة بفتيك وحمام. في الظروف السعيدة دي متهيألي يبقى حمام بقى أحسن. إذا كان حمام يبقى ساعدني في المطبخ. أنا أساعدك في المطبخ، في الحمام، في أوضة النوم، في أوضة الصالون. بركاتك يا هوبنز. ألو؟ النادي؟ لو سمحت الأستاذ محمود فقه. أيوة بتاع البوكس. ألو؟ أستاذ محمود؟ لو سمحت لو عايز تشوف منظر يعجبك قوي روح بيتك وشوف مراتك بتعمل إيه. أيوة دلوقتي. باي باي.
كويس على فكرة انك انت خليتيني اقلع هدومي عشان تقشر وانت مستريح. صعب قوي حكاية تقشير البصل دي. مش انت اللي قلت احب الحمام ولا هترجع تحمرق؟ انا احمرق؟ انا علشان عيونك مستعد اقشر محصول البصل بتاع مصر كله. ده صوت ايه ده؟ مين برا؟ كده الهام مرات الشريفة العفيفة تطعن في كرامتي وشرفي وتخني مع كلب زي ده؟ غريبة انك تعلم من شيء انت نفسك عملته وضميرك كان مستريحلي. انا راجل وانت ست. طبعا انت راجل، انت سيد رجال ورجال قليلون. اخرس يا كلب. مفيش فرق بين راجل وست في حاجه زي دي. الاثنين بشر ليهم شعور وليهم قلب وليهم حقوق على بعض. ابسطها الاخلاص والوفاء، وده اللي انا اديتهولك وهو نفسه اللي انت ما قدرتش تديهولي. في دي بقى عندك حق الحقيقه. اخرس يا كلب. افرضي يا الهام، افرضي ان الشيطان غواني وضعفت، تقوم انت تعملي كده ليه؟ 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 ما صلوا على النبي كده وما فيش داعي يعني. وبعدين بدل المساله ما توصل لمحاكم وشحططه، اهو برضه يعني تتكلموا مع بعض وربنا يوفق ويدي بالمعروف. قلنا لك اخلص يا كلب. كلمني انا. بتدافع عنه يا الهام؟ المفروض انت اللي تدافع عنه لانه من نوعك. هو كمان خاين بطبعه، وصلني لبيته وهو عايز يرتكب جريمه في حقي وحقك وحق نفسه وحق مراته. يا ست هانم، ده الراجل شراني خلقه، وانت كل ما تهدى اشتعلليها تاني. مش عايز اسمع صوتك. هدى قدامي. قدامي يا اخويا، قدامي. حاضر. ما تزرجنش يا مدام. ممكن اعرف بقى خيال المآتة كان بيعمل ايه هنا وبالمنظر ده؟ لا شوف، بلاش خيال مآتة دي، احنا جدعان قوي وما يغركش. انا كنت جون المدرسة. انت هتضرب؟ ايوه. استنى يلا. انا لازم ارتكب جريمة دلوقتي حالا. مفيش داعي، هي ليلى اللي كلمتك في تليفون. انت؟ ايوه، حبيت اوريك ان الخيانه مفيش اسهل منها على الست اما تفكر تبيعي ضميرها وشرفها. حبيت اسيك من نفس الكاس اللي سقيتني منه بعد السنين دي كلها. يعني انا كنت كوبري مشاه بقى. تحشر نفسك ليه؟ لا ابدا مفيش حاجه. وديني لكون مقطعك حتت. انا احيي فيك روح الشجاعه والاخضاع. نعم. ده انت املنا في في, في 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 كاس افريقيا. نعم. وتصفيات كاس العالم كلها. بره. طب اخد الجاكيت. بره. البنطلون. طيب بره. طب اخد الجزمه. بره. حاضر حاضر. ايوه انتوا فاكريننا نايمين ورا الباب. هي الدنيا حر بره؟ حر. مصيبه يا عزت، مصيبه. ايه خير؟ حصل ايه؟ هقول لك. هي مراتك جوه؟ جوه كبسه على نفسي، مش لاقي حجه تخرج بيها. شنا خص الله يكسفك، طول عمرك كده فضحنا في وسط العيلة. مش انت اللي عملت تقول لنا هوبنز والزفت بتاعك ده؟ هوبنز ايه يا اخي؟ في ايه يا عزت؟ ناوليني جاكيت وبنطلون من بتوعي يا اوام. حاضر خد. خد البس يا استاذ. اوعى تكون لبستهم قبل كده. في ايه يا عزت؟ ما تقول لي بقى مسعود ماله عامل في نفسه ليه؟ مصيبة. ايه هي المصيبة؟ مصيبة، نبقى قاعدين في حالنا والمصايب تجي لنا لحد عندنا. ايه بس اللي حصل؟ قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. ما تقولي بس يا عزت ايه اللي حصل؟ مسعود يا ستي. ماله؟ طلعوا عليه حرامية قلعوه هدومه وسابوه زي ما انت شايفة كده. وانت بتلبس ورايح على فين في وقت زي ده؟ رايح مع الاسم، والله نعمل له محضر. علشان بدلة اتسرقت يا عزت تعمله محضر؟ اسود. بدلة؟ بدلة تتسرق من عيلة الشرنوبي، دي وصمة عار لا يمحوها إلا الدم. يا ساتر يا رب. ده أنا مرة جدي اتسرقت عمته الله يرحمه وجزمته، راح فيها 17 قتيل و12 جريح وفي 25 أسرى. كل ده عشان عمة؟ شوفي بقى بدلة يحصل إيه. طب يا حبيبي روح، ربنا معاك. أنا مش هتأخر يا روحي. براحتك. هتوحشيني. وأنت أكتر. اتفضل يا متر. يا فاضح عيلة الشرنوبي. لذيذ قوي الحمام. تسلم ايديك يا حبيبتي.
بالهنا والشفا يا حياتي. مساء الخير يا اكسلانس. افندم، سيادتك متهم انت والمدام باستدراج هذا الشخص الساذج الى منزلكم والاستيلاء على ملابسه. مين حضرتك؟ ودلوقتي بدل الفضايح والجرس ادونا العاده، ادونا هدومنا وكل واحد يروح لحاله. وجزمه وشراب. وجزمه وشراب. تفضلوا. انت لبستهم كده؟ احنا حبايب. مع السلامه يا اخويا. بقول لك ايه، حلال عليك الحمام يا عم. بالسم الهاري. اصل المغفل قال انه عشر لكم البصل. مع السلامه يا عم. بلا هوبنز بلا نيله، كنا هنروح طب وناكله. انت اللي منحوس، بدليل انك من عشر دقايق كنت قاعد عريان وبلبوص. في الوقت اللي فيه ممدوح دلوقتي قاعد بياكل حب، بيشرب حب، هايس في الحب طول النهار، قاعد بيزلط حب. معاك حق، انا حظي منيل. ايوه بس مش عشان خدت بومبا قمت قاطع الستات كلهم اللي هم اروع هديه سماويه اتقدمت لاول راجل في التاريخ. يا ابن الهديه السماويه اللي بتقول عليها دي هي اللي خلات نجري في الشارع من غير هدوم. انا معاك انك ايدهن عظيم، لكن حلاوتهن اعظم. انت ماشي من هنا ليه؟ رايح اسهر سهره اجدد بيها نشاطي. ومراتك اللي مستنياك في البيت؟ مراتي مين يا عم؟ ده انا بسبب حكايتك دي ضمنت حريتي 3-4 اشهر لقدام. النهارده في القسم مع ابن عمي، بكره في النيابه مع ابن عمي، بعده في السجن مع ابن عمي، وانا وابن عمي على ابن عمي. يعني ناوي تفضحني في العيله؟ لا يا راجل، اعوذ بالله. طمن، انت اتفضحت خلاص. ثانيه، مراتي ما بيتبلش في بقها فوله. طمني يا واد، احسن انا والعيله قاعدين نلطم ونصوت عشانك، والاخر تعب ودخل ونام وانا قاعده استناك. طلتموا وصوتوا ليه؟ ثانية، مرات عزت قالت لي على حاجات غريبه في التليفون. غريبه ليه؟ وما فيش حد استرق قبل مني؟ في، بس مش بالصوره اللي حكيت لي عليها ثانية. لا حصل بقى بالصوره اللي حكيت لك عليها ثانية. ثم انا راجل بحب التبديل، ولما اسرق لازم اسرق بطريقه جديده. ولازم بقى تعرف ان ما فيش حد من عيله الشنوبي يضحك عليه. البدله هي جت تاني. صحيح، انت لابس بدلتك مش بدله عزت زي ما قالت لي ثانية. حكايه مش فوضى يا هانم، لازم تعرف ان احنا ناس صحيين قوي وجدعان قوي. لا نخاف من بنيات ولا من سواطير ولا من دوله. طب تعالى بقى اتعشى، عامله لك حمام محشي انما يجنن. مش عايز اسمع سيره الحمام، ومن هنا ورايح مفيش حمام يخش البيت، لا محمر ولا مشوي ولا بريش. ما تزعلش بقى وتتنرفز، تعالى اقلع واستريح. مش هقلع، هنام بهدوم وتنامي في حالك وانا انام في حالي. انا تعبان وعندي محكمه بكره. عارفه، واذا سهرت مش هتعرف القاضي من وكيل النيابه. لا المره دي بقى مش هعرف القاضي من المتهم. من فضلك، في حجز باسم الدكتور ممدوح الشرنوبي. ايوه ايوه اتفضل. شكرا. وقعت في راجل ومراته، كانت حاجة تكسف.
تلاقيهم دلوقتي بيقولوا عليا حرامي. بقول لك ايه؟ نعم. نحن هنا. ونحن كمان. انا مش مصدقه. اهو يا ستي عشان تصدقي. صح. طمنيني. قلت لجوزك زي ما قلت لك؟ بالحرف. وما شكش في حاجه؟ معقوله هيشك فيا؟ يعني وافق على طول؟ على طول. اما مغفل بشكل. سرحان في ايه يا حبيبي؟ لا ابدا، بس صعبان عليا اني عذبتك معايا وجبتك لحد هنا، بس ظروفي كده غصب عني. انا تحت امرك في اي مكان تقول عليه، المهم نكون سوا. عليه العوض في الأخلاق والضمير، نايمة وبراءة الأطفال في عينيها، ولا كأن حاجة حصلت، ولا هممها نفسها، ولا المغفل جوزها اللي نايم على ودانه وعينيه. بس مش جايز ليها ظروف وتعبانة في حياتها زيي؟ إنما ظروف إيه بس دي؟ لا لا لا، دي باين عليها متودكة وقلبها جامد. ممدوح. نعم. تعال جنبي. لازم أجي طبعا، امال انا مسافر لندن ليه؟ ممدوح. الحمد لله على السلامة، منى حبيبتي وحشتيني. وانت كمان، بس معقولة ترجع بسرعة كده؟ ايه كنت عايزين اتأخر؟ لا بس متهيألي البنات الحلوين اللي هناك هينسوك اللي زيي. حبيبتي الدنيا كلها ما فيهاش غيرك. طول ما انا مسافر وبلف في شوارع لندن ما شفتش عينين زي عينيكي، ولا ايدين في رقة ايديكي، ولا جمال زي جمالي. ايه الكلام الحلو ده؟ انت لازم تسافر لندن كتير. امال هتقولي ايه بقى اما اسافر باريس واجي؟ هي فيها باريس؟ جايز. حاكم ده حسب المؤتمرات. شفتي جبتلك ايه من لندن؟ شوفي يا حبيبتي. الله ذوقك يجنن، ولقيت وقت تشتري لي كل ده؟ وانا ليا مين غيرك اشتري له يا حبيبتي؟ يا حبيبي ايه، مفيش ريحه كده ولا كده ولا كده؟ ها؟ حاجه غريبه، وانا زوج مخلص وصادق أعيش في عكننة، ولما أبقى كذاب ومخادع أعيش في هدوء وراحة بال، وأقضي أول ليلة من غير البرنامج. يا ترى اللي بعمله ده صح ولا غلط؟ ويا ترى هقدر أستمر على كده من غير ما انكشف؟ حقا لو انكشفت هتبقى مصيبة. أنا عارف ليه، بس الغيرة في طبعك. يا سلام لو تصدق إني مخلص ليكي وبحبك. مخلص إيه بقى؟ ما الحكاية اتنيلت من أول امبارح واللي كان كان. سونيا مفاجأة مش كده؟ احنا مش اتفقنا ان احنا نراعي ظروفنا اليومين دول؟ قصدك مراتك وجوزي؟ وهم دول شوية من النهاردة تقدر تعتبرني مش متجوزة. ايه؟ اتطلقتي؟ لا جوزي تعيش انت. وعملها امتى ده؟ من 6 سنين يا حبيبي. ست سنين؟ امال ازاي قلت لي انك متجوزه وانك اخدتي اذنه قبل ما تسافري معايا؟ انا ما كدبتش عليك، انا فعلا رحت زرته في قبره وقلت له عن اذنك يا حبيبي انا مسافره عشان ماما عيانه. قبره؟ ايوه. تعرف دي
عليه، وانت السبب، حبك هو اللي خلاني اعمل كده. مالك؟ مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ رد عليا، مالك؟ لا، اصلها مفاجأة من نوع اللي يكلم. انا كمان كنت متأكدة انك هتبقى سعيد. سعيد وبس؟ يا حبيبي، ومن النهارده تقدر تجيني بأي وقت. حرية بقى. هستناك النهارده. لا النهارده لا. حرام عليك، انا دلوقتي اصبحت وحيده ومسؤوله منك، ازاي اقدر يوم واحد ما اشوفكش؟ ارجوك. باي باي يا حبيبي. على فكره في واحده حلوه قاعده بره، تكشف عليها بسرعه من غير كده ولا كده. نعم. ولا اقولك احسن تزحلقها على دكتور تاني يا حبيبي. سلام قول من رب رحيم. كلام ايه ده يا ممدوح؟ شفتي خبتي يا عزك؟ شفت. شفت مصيبتي؟ شفت. شفت نحسي؟ ما تعملش في نفسك كده يا ممدوح. الله، تتعب روحك كده. طلعت مش متجوزه، مش متجوزه، ولقيناها وحيده بقيت انا المسؤول عنها ولازم اشوفها كل يوم. ومش كده وبس، في ايه تاني؟ طلعت بتغير عليا اكتر من منى. حقيقه انت وابوك نحسك ذكر. أنا خايف يا عزت. خليك راجل زي ابن عمك. عايزك تكمل المشوار للآخر، بس عايزك تزود الشطة والفلفل حبتين اليومين دول كده مع مراتك. ها؟ يعني عايز كلام الحب والغزل يبقى ملهلي. السلام عليكم. أهلا. شفت اللي حصل أخوك ممدوح أخويا؟ ايه؟ مش قال عنه هدومي وفضلت واقف بالبتاع والبتاع ورافع ايدي لفوق والراجل ماسك سطور وحالف ليعملني كفته. الله يخرب بيته. السلام عليكم. السلام عليكم. اقول له كنت قالع هدومي واقف البتاع والبتاع يقول لي السلام عليكم. معلش اعذره، هو اليومين دول في مرحله انعدام الوزن. ليه؟ شارب حاجه؟ شارب حب، شارب سعاده، شارب هنا. يوم يفترع الواحد معلش هيجي له يوم ويهزني زنقتي ويقلع هدوم يبقى بيت بتاعه والبتاع برضه. اهلا يا روحي، اهلا يا حياتي، يا حياه قلبي. ايه اللي بتعملي ده يا حياتي؟ عملت ايه؟ تقولي لي جايه الساعتين تيجي 2:05؟ انت مش عارفه ان الخمس دقايق دول ممكن يجرالي فيهم حاجه؟ يا حبيبي يا حياتي، دول مش ايدين، دول جاتوه. يا سلام عليك يا عزة مغنوات. امال فين محسن يا استاذ مسعود؟ معسكره في البيت. وده معقول؟ ده انا متفقه معاها ان احنا نتغدى كلنا هنا مع بعض. عقبال ما لبست الواد التاني، الواد الاولاني قلع، لبست الاولاني كان التاني قلع، فضلنا على كده ساعتين، ده يقلع ده يلبس، ده يلبس ده يقلع، لحد ما قلعت هي. يا خبر. تعبت بقى هي، نامت. طب ما تجيبوا دادا. دادا؟ في دادا تستحمل ثلاثه بره وثلاثه جوه؟ نعم. ثلاثة بره وثلاثة جوه. انتوا هتغدوني ولا هتعكننوني؟ خلاص يا روحي، سيبيه دلوقتي وبعكننيه بعدين. مالك؟ لا ولا حاجة. أصلك مش معايا. معقول؟ وأنا معقول مش هحس بيك؟ لا أبداً، بس عندي شوية صداع. طب واللي ضيحولك في ثواني؟ ايه عندك اسبرين؟ هو احنا برضه بتوع كده؟ تعال. Thank you.
اساعدك. كفايه اني جنبك. صحيح. سونيا ما تهتهش. مساء الخير يا حبيبتي. اتأخرت كده ليه؟ أصلي كان عندي اجتماع مهم في النقابة. باين عليك تعبان. آخ آخ، أصلي المناقشات كانت حامية قوي، وكل ما أجي ألبس وأمشي يقولي لا اقلع وأقعد. اقلع وأقعد. ايه اقلع وأقعد دي؟ ايه؟ لا ماما ماما أصل كنت قالع الجاكيت عشان الدنيا حر، وكل ما أجي ألبسها يمسكوا فيا. لكن صدقيني يا منى، طول ما أنا في النقابة وعقلي وفكري معاكي. كلامك بقى حلو قوي اليومين دول. في حد يشوفك وما يقولش كلام حلو؟ يا حبيبي. طب تعالى بقى اقلع واقعد. ايه؟ تاني؟ يلا. اتفضل يا دكتور. ادي فيتامين الف، وادي فيتامين بي، وادي فيتامين سي، وادي فيتامين جي، وادي ازازه فيها كل الفيتامينات. وما لقيتش حاجه تانيه بقى في الاكسكال. شكرا يا عم ابراهيم. عفوا يا بيه. لا مؤاخذة يا بيه. ايه؟ مالك؟ ضارب بوز كده ليه؟ دبيت خناقة مع مراتي، سبتها في الشارع وجيت. ليه؟ حصل ايه؟ حضرتها قلبة دماغي بقالها كام يوم، عايزة تزور واحدة صاحبتها. أقول لها طب والعيلة محاسن؟ تقول لها خدهم معايا. طب ما عندها حق، أمال هتسيبهم فين يعني؟ عندها حق. إحنا خرجنا من البيت يا سيد. يا عيني على اللي حصل. وبعدين حصل ايه؟ قعدنا ساعة بحالها معطرين المرور. ياه حقيقة الناس اتلمت والمرور اتعطل. اتعطل؟ وجي الونش. ونش؟ الونش جه العيال تعيط وهي تعيط وانا اعيط. اصل انا اشوف الونش اعيط على طول، والعسكري يعيط. الجماهير شافت العسكري بيعيط بقت عنك مندبة في الشارع. وبعدين؟ في الاخر عدينا، قلنا ناخد تاكس علشان عربيتي عطلانة. كل ما شاور لي تاكس ما يردش، قال ايه اقصى حموله 5 راكب، واحنا 8. 8؟ ليه؟ انتوا كان معاكم حد تاني؟ حد تاني ايه بس؟ مش هي 3 بره و3 جوه؟ ادي 6 وانا وهي نبقى 8. معلش معلش، خد لك بقى حبيتين فيتامين وهدي اعصابك. فيتامين ايه يابا؟ قول نفتالين، توكسافين، حاجه تريح. الو؟ اهلا يا سونيا، اهلا، وحشتيني. لو كنت وحشتك صحيح كنت زمانك جيت من غير ما افكرك. طب يلا تعال. حبيبتي صعب قوي ان انا اجي. نعم؟ لا اصل اخويا مسعود عيان عيان قوي وحالته وحشه خالص، ولازم ازوره واطمن عليه. مين ده؟ انت؟ ايوه يا فندم. تخلص من مسعود وتطمن عليه وتيجي تشوف حالتي انا كمان وتطمن عليا. اصلك ما تتصورش غيابك بيعمل فيا ايه؟ ها؟ لا مفيش حسب الظروف. يلا باي باي يا وحش يا ابو قلب قاسي. باي باي يا حبيبي. يا سلام يا اخي، ناس ليها حظ وبتتقل وناس بتقلع وبتاخد على دماغها. لا تقل ولا حاجه يا مسعود. بصراحه بيني وبين نفسي مش راضي على اللي انا عملته، مش عايز استمر فيه. احنا بنهرب من مشاكل صغيره بجريمه اكبر. انت عارف احنا عاملين زي ايه؟ زي اللي بيدمن مخدرات عشان يهرب من مشاكل، في النهايه هو بيضيع وبتفضل مشاكله زي ما هي ويمكن بتزيد. انت هتحيرني ليه؟ هو عايزك تقول لي حاجه وانت تقول لي حاجه، ما تفهموني. هنطلق ولا ما نطلقش؟ نخون ولا ما نخونش؟ اخلف ولا ما اخلفش؟ وانا مالي يا اخي؟ ما تفكر انت، دي مشكلتك انت، لازم حد يفكر لك. انا لو كنت بعرف افكر كويس وبعتمد على نفسي ما كنتش اتجوزت، ولما اتجوزت ما كنتش خلفت، ولما خلفت ما كنتش اخلف 3 بره و3 بره. انت متاكده انه سافر لندن؟ طبعا، ده جاب لي حاجات كتير قوي معاه. ما هي الحاجات دي؟ ماليه شارع الشواربي. قصدك ايه؟ عملها معايا الملعون جوزي نمره 5. بس حضرتك قلت لي قبل كده انك كنت متجوزه 4. لا، الخامس ده ما تحسبش لانه ما طولش، اسبوعين والثالث
كنا عند المأذوب للطلب. كان يقول لي رايح دمنهور عشان شغل واظبطه في الزمالك. واكم بس انا اللي جايبه له تذكره الطياره وتاشيره السفاره بنفسي. التاشيره ملهاش قيمه والتذكره يقدر يرجعها ويقبض فلوسها. طب وهتاكد من الحكايه دي ازاي؟ من شركه الطيران يا حبيبتي، عندهم كشوف بكل الاسامي اللي سافروا. مالها النهارده كده؟ والمصيبه يقول لي طول ما انا في لندن بفكر فيكي. مفيش في الدنيا كلها واحده زيك، وانا بتغفيل يا صدقه. لذيذه قوي الشوربه يا حبيبتي. بالهنا والشفا يا حبيبي. بالسم الهاري. ضحكتها صفرة، اكيد وراها حاجه. معلش هستحمل لحد ما اعرف انت ماشي مع مين. وبعدين الصبر طيب. دوقي دي من ايديا يا حبيبتي. الله، تسلم ايديك يا حبيبي. وتسلم الايدين اللي عملتها. والايدين اللي نولتهاني يا روحي. كلام هيخوف. الحمد لله. تستاهل الحمد. نقوم بقى؟ نقوم يا حبيبي. وننام بقى. وننام يا روحي. حبيبتي انت في حاجه مضايقاكي؟ مضايقاني انا؟ معقول اتضايق وجوزي حبيبي معايا؟ صحيح مش معقول. انت بقى في حاجه مضايقاك؟ معقول اتضايق ومراتي حبيبتي معايا؟ مش بقولك كلامك بقى يجنن اليومين دول. مسعود، المرة اللي فاتت قلعوك البدلة ومشوك، شوف بقى المرة دي يمكن يقلعوك ايه. حلو، وانا تعبان عايز اجدد نشاطي زي هوبنز ما بيقول. طب معلقها واروح بيها شقة واحد من اصحاب العزاب كده ابقى ضامن هدومي. قدامك ساعة واحدة بس. لحسن أمي لاج عن البلد. شكرا يا إبراهيم. اسمع. ايه؟ اوعى البنت دي تطش حاجة من الشقة. يا جدع عيب، دي بنت ناس بس الزمن هو اللي غدار. في برضه بنت ناس تعمل كده، دي اسطوانة كلهم بيقولوها. بقول لك ايه؟ ألاقيش عندك شوية ويسكي؟ في الدولاب جوه. شكرا يا إبراهيم. شوية مزة كده، حتة لحمة، شوية بطاطس. ها؟ في المطبخ. شكرا يا إبراهيم. شوية تلج، شوية صودا في التلاجة موجودة يعني عشان تبقى المساء النايمة في الدور. ها؟ يا خرافي، شوف مكسوفة ازاي. باقي من الزمن 57 دقيقة.
يخرب عقلك، ده انت بتشربيه زي ميه الطرش. ما هم الاثنين بيفتحوا النفس. بقول يا جميل. نعم. باقي ما لا الزمن 40 دقيقة. كمان كاس. هتقعد كده كتير؟ ها؟ لتاني مرة تبقى هنا ومش معايا؟ ازاي مش معاك وانا قاعد جنبك؟ انا عايزة عقلك وقلبك، هما اللي يكونوا جنبي ومعايا. الحقيقة يا سونيا، قلبي وعقلي دول هما اللي تعبني. ليه؟ حاسس اني بظلم منى وبظلمك، وفي الاخر لا هقدر اسعدها ولا هقدر اسعدك، لان اللي بنعمله ده بيعقد حياتنا وبيزود مشاكلنا. قولي ايه؟ باقي من الزمن 39 دقيقة. كمان كيس. ازازة الراجل اتفرقعت. انت بتحبها يا ممدوح؟ ما تنسيش ان في 10 سنين بينا، وزي ما كان في عشرتنا ايام صعبه كان فيها برضو ايام حلوه. بس انت فهمتني انك تعبان من غيرتها وانك بتفكر في الطلاق. في ناس كتير بيحبوا بعض اتطلقوا عشان ما يقدروش يفهموا بعض. الحب بدون تفاهم ما بيدومش. من اول يوم اتقابلنا فيه في الاوتيل حسيت انك مش هتكون ليا يا ممدوح. سونيا ارجوكي ما تفهمنيش غلط. انا مش زعلانه، بالعكس انا بكون فرحانه لما احس ان لسه في الدنيا راجل ممكن يضحي عشان مراته وبيته، لاني تمنيت ان يكون لي راجل بالشكل ده. يا ريت تقدري تبني لنفسك حياه مستقره مع واحد تحبيه ويحبك. صدقني انا خلاص حياتي ما بقتش مشكله لاني تعودت عليها، لكن انت خساره. لازم ترجع لمنى، وعشان تضيع غيرتها لازم تحس بالثقه فيك وفي تصرفاتك. صدقني انا ست واقدر احس باحساس الست اللي زيي. سونيا انا مش عارف اشكرك ازاي. مع السلامة. مع السلامة. الزمن 25 دقيقة. بقولي نخلص اللي احنا جايين علشانه وبعدين نبقى نرقص. ها؟ تحت أمرك يا حبيبي. أهو كده. انت يا وليا يا مدموزيل، انت ما بترديش ليه؟ رد الله يخرب بيتك يا انسه. يا نهار اسود، دي ماتت ليه يا رب كده؟ اشمعنى انا اللي منحوس في العيله يعني؟ مره يقلعوني هدومي والمره التانيه اقعد مع واحد عزرائيل مستنيها. ده انا غلبان وصاحب عيال. يا ولية
مسعود؟ في حد في الدنيا ما يحبش العيال يا محاسن؟ تعرف يا مسعود امبارح ماما كانت زعلانه مني. ليه؟ عشان لسه ما خلفناش. يا نهار اسود، احنا لحقنا؟ ده احنا لسه في شهر العسل. والنبي مسعود عنده حق، ده انا كده لخمت نفسي وخسرت صحتي وحريتي. يا عبيط اسمع كلام امك، مفيش حاجه تربط الراجل بمراته قد العيال. وليه ما يكونش اللي يربط الراجل بمراته الحب والعيشه الحلوه؟ العيال نعمه من عند ربنا محدش يرفضها. يا ست هانم، النعمه لازم الواحد يراعيها ويصونها، ولما هيبقى عندي دستتين عيال لا هعرف اصونهم ولا راعيهم. الحكايه مش بالعدد، اتنين جدعان زي ابرك من دسته هايفه. مفيش، مبقتش مشكلتي، بقت مشكلتك انت وامك وابوكي. ايه ده؟ طلقتيني يا مسعود؟ انا طلقت الدنيا كلها، انا ارتكبت جريمه، انا كنت في شقه مع واحده وماتت. ايه ده؟ بتخوني يا مسعود؟ اعمل ايه؟ زهقتوني في عشتي، ما بقتش عارف انا بعمل ايه؟ قلت اجدد نشاطي زي ما كل الناس بتجدد نشاطها، لكن على راي المثل قليل البخت لا عزرائيل قدامه. اخسى عليك وجيلي بلا عذاب دي يا روحك في البيت ده. اكيد البوليس. الو؟ ايوه ابراهيم، انا عارف انت هتقول ايه. لا ما يهمكش، انا هروح اعترف للبوليس انك انت بريء. واسمع، وصيتك العيال ولاد يا ابراهيم، وبقى اول محامي كويس مش لخمه زي انت. يا راجل مش هتبطل التهريج بتاعك ده، تسيبها لي مغمى عليها في الشقه وتمشي. براءة! انا طلعت براءة! انا طلعت براءة محاسن. محاسن مش كده محاسن، ده انا جوزك اللي بيحبك. محاسن محاسن، ده انا بحبك يا محاسن. ما تخافوش ما تخافوش، ماما هترجع تاني ومحدش ليكوا حاجه الا الشاي. ما تحركوش من هنا، انا راجع لكوا تاني. انت بالذات ما تحركش من هنا، هو هتركب اوتوبيس، فاهم؟ طب نتفاهم، طب نتناقش. يوه مش كده يا منى؟ صحيح انا غلطت، لكن انت كمان غلطتي، وانت اللي دفعتيني كده. منى ارجوكي، منى اسمعي كده، منى ارجوكي افهميني. منى انا اسف، منى حقك عليا، مش هعمل كده تاني صدقيني. يا خرابي يا خرابي، قمر 14 يا اخواتي. عزت يا ناس يا عالم يا هو، عايز اقعد مع مراتي حبيبتي. روحي شويه. معلش يا عزه، تشوف مين على الباب. هتوحشيني يا روحي. وانت اكتر حسن. الله الله الله، ايه مالك يا محسن؟ مش مغنطه ليه؟ يا خراب يا ثنيه، الحقيني يا ثنيه. ايه سلامتك يا حبيبتي؟ مالك مسعود الخاين المجرم كان بيخدعني ويغشني
عسى الله يكسفه. في راجل في الدنيا يقبل على نفسه يخون مراته؟ لعنة الله عليه في السماء والأرض. طب بس ما تعيطيش. لا هعيط، انت تعبانة وحامل. خش انت يا محسن استريحي جوه مع سنية ولا يكون عندك فكر. انا قلت ابات عندكم الليلة لحد بكرة ما اروح لبابا وماما في البلد. مش ممكن اعيش معاه بعد كده، مستحيل اخليه يشوف وشي، لازم اتطلق. ايه طب بس يا حبيبتي تعالي استريحي وهدي نفسك. تعالي. يا سنية الحقيني تاني. لا لا لا، ايه الحكاية يا عزة؟ يظهر العيلة هتعزل عندنا. شفت ممدوح عمل فيا ايه بعد السنين دي كلها؟ الله، ماله هو كمان؟ طلع خاين وغشاش وبتاع ستات زي ما كنت عامله حساب. هو كمان؟ اخس، لعنة الله عليه في السماء والأرض. هذا عالم يستحق الذبح. طب والله العظيم ما تضايقش نفسك انت يا حبيبي. حبيبتي انا لا اطيق ان ارى رجل خاين او اسمع عن رجل خاين. اعصابي بتتعب، دمي بيشيط. ايه معلش معلش يا حبيبي، انت حاجه تانية يا استاذ عزت. تعالي يا حبيبتي استريحي. انا اسفه اذا كنت ضايقتكم، بس انتوا اقرب ناس ليا في مصر. انا بكره الصبح هسافر عند بابا وماما، مش هخليه يشوف وشي بعد كده تاني. انا لازم اطلع. طب تعالي دلوقتي. بنات نيلت على الاخر. اعمل حاجه يا عزت، دول برضه ولاد عمك وانت كبير. ولاد عمي؟ انما دول شبان طايشين مش محترمين. معلش لازم تتصرف. المهم شفت جوزك انت يا جميل، اخر احترام اخر اخلاص. انا بثق فيك يا عزت اكتر ما بثق في نفسي. انا فلتة من فلتات القدر والله، انا مصيبه الواحد. يا ترى مين تاني؟ تلاقيها مرات عمي جايه من اسكندريه تطلع عندنا. يا ساتر يا رب، ما احنا فاتحينها مطلقه بقى. خش لا يكون حد غريب، انا بصراحه بغير عليك. حاضر. ايوه يا سيدي. ايوه حسن عندك؟ حسن عندك؟ ايوه. احنا قلنا كده برضو. انت عرفت ان احنا انكشفنا وهم عايزين يطلقوا؟ يلا انتوا كمان من زمان كنتوا عايزين تتطلقوا، وكويس انها جت منهم مش منكم. ايوه بس احنا لما نحب نطلق نطلق بكرامتنا، مش نتطلق بفضايح. كده ولا كده، ما كله طلاق. اسمع ما اقول لك، انت زي ما نيلتها تصلحها، والا وديني اضحك قدام مراتك انت والزفت هوبز بتاعك ده. بتهددني بعد كل اللي عملته عشانكم؟ معلش كله عند الله. انا اللي استاهل. الحقيقة يا محاسن انتوا منى مش عارف اقولكوا ايه، بعد ولاد عمي ما طلعوا السفلة واندال بالشكل ده. لكن كل اللي اطلبه منكم انكم تنسوا اللي جرى لحظة واحدة، وتفكروا معايا بقلوبكم الرحيمة في علي اختهم اللي فرحها بكرة. مالها علي ومال حاجة زي دي يا استاذ عزة؟ يكون ايه موقفها لما تعرف ان بيوت اخواتها اتخربت ليلة فرحها؟ يكون ايه موقف العيلة كلها قدام العريس لما يعرف ان عيلتنا عيلة صدمانة وهفتانة وجربانة وسمعتها زي الزفت؟ بس اللي حصل منهم شيء فظيع يا استاذ عزة. انا معاكم انهم ارتكبوا جريمه، لان مفيش ابشع ولا اشنع من ان الراجل يخون مراته. لكن انا بنادي فيكم الاصل الطيب والقلب الكبير، وبقول باعلى صوتي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ارحموا عمي وطنط، ارحموا عليا المسكينه، ارحموني انا. انا المسكين اللي الظروف كتبت عليه اكون ابن عمهم. معلش يا استاذ عزت، معلش يا استاذ عزت، ما تعذبش نفسك، احنا تحت امرك، ايه اللي انت عايزه؟ كل اللي انا عاوزه، عاوزكم تاجلوا الطلاق 24 ساعه وتداروا ولا كان حاجه حصلت، وتدخلوا الفرح وايديكوا في ايدين جوازكم، وابتسامتكم الحلوه اللي هتنور الفرح دي مرسومه على وشوشكم الجميله. بس على شرط بعد الفرح على طول نتطلق. لا لا صدقوني، لو انتم ما طلبتوش الطلاق انا هطلبه واصر عليه، لاني لا يمكن اوافق انكم تعيشوا مع هؤلاء المذنبون اعداء الشرف والانسانيه. من فضلك يا ريس لو سمحت، ممكن تزود لنا هنا نور شويه كمان؟ من انا يا استاذ؟ ما كفايه نور يا بنتي، عدادات الكهرباء هتفرقع. وكفايه ليه؟ وانا وحشه وخايفه على النور يبين وحشتي. العريس على التليفون يا ست علي. منصور حبيبي.
حشو قد ايه؟ بين المكالمه والتانيه مفيش 10 دقايق. ايه؟ ايه الفكره كده ليه؟ منصور طالبها في التليفون يا اخويا. في ايه تاني؟ انا عارفه. الو منصور يا حبيبي، ازيك؟ عامل ايه؟ طيب قول انت مش مهزوز كده ولا مضطرب ولا حاجه؟ هتهز. هتهز ايه يا حبيبتي؟ ده قضاء وقدر لابد منه، وانا سعيد جدا ان قضايا جاء على ايديكي. كلامك يجنن يا منصور، ده انت كلك تجنن. يا سلام، انت بقى الدنيا تليل ويجي الشيخ مأذون ويكتب كتابنا ويعلي جوابنا. المهم المعازيم اللي من عيلتنا زادوا 6 تاني. ايوه ايوه، غير ال 11 وال 14 وال 8 اللي زادوا قبل كده. تعملوا حسابكم تزودوا الاكل لحسن عيلتنا اكيله مسريع. ولا يهمك يا حبيبي، ان شاء الله يزيدوا 100. باي باي، ما تتاخرش. ايه في ايه؟ سامعاكي بتقولي ان شاء الله يزيدوا 100. اصل ضيف منصور يزادوا 6. 6 تاني؟ والله والله الراجل ده ناوي يجيب خبري. يا بنتي ده احنا بالطريقه دي على بال الدنيا ما تلايل، يكون عزم البلد بحالها. ممدوح ابني، الحمد لله على السلامه يا ضناله. اهلا، ازيك يا ماما؟ الله يسلمك. مبروك يا علي. ايه مالكوا يا حبيبي؟ انتوا تعبانين من حاجه؟ لا مش سفر، بس خش يا ابني استريحوا في اوضتكم علشان لما يجي بالليل تقدروا تسهروا وترفشوا معانا. يلا يا اخويا يلا. مرزوق، ايه دول باين عليهم زعلانين. انت هتزعلهم بالعافيه. طيب يلا. ايوه يا منصور. ايوه يا ابني انا حماتك، قصدي حماك. خير في ايه؟ زادوا تاني؟ مش معقول كده يا ابني. هي جنينه الشاليه هتسعي ولا ايه؟ الحمد لله ان الشاليه على البحر وقدامنا الميه واسعه، بس حضرتك تعمل حسابك بقى وتنزل تشتري لنا شوية مايوهات رجالي على حريمي على أطفال جميع المقاسات. عشان المعازيم اللي هينزلوا المية. واوعى تفتكر يا عمي إن أنا داخل على طمع لا سمح الله. ما أنا عارفك. مع السلامة. والله لبيع كل ورقه واللي قدامكم. إيه اللي عملتيه ده؟ مش عايزة أي حاجة تفكرني باليوم ده. يا منى ما فيش داعي للكلام ده. خلاص. خلاص ايه؟ الحمد لله. ايه كلها كام ساعة نستحملهم بطول ولا بالعرض لحد اختك ما تتجوز؟ وبعد كده كل واحد يروح لحاله ونطلع. لا، وعلى ايه نستنى كام ساعة دول وتحمليني جمايل؟ لا، أنا هبعد من دلوقتي. يكون أحسن. أحسن إيه؟ ماما؟ استنت. أهلا ماما. مالك؟ أقعدي أقعدي. مالك يا ماما؟ إيه يا ولاد اللي سمعته ده؟ لا 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 ما فيش حاجة. بس اسكت أنت. ايه يا حبيبتي مالك؟ قولي لي، انا زي مامتك. بيخوني معاه ستة كده. لا 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 مش عايزه كلام كتير. ما هو روح اقعد يا ابوك وسيب لي بنتي حبيبتي اعرف منها كل حاجه. ايه من فضلك ما ترزعش شنطتي كده. أنا رميت الاتنين مع بعض، صوماني شنطتك مش أحسن من شنطتي. أنت نزعتها بالعند. أنا ما نزعتهاش، أنا كل اللي عملته كده أهو. كنت واقف كده أهو، ورحت عامل كده أهو. وكمان بتلزقها تاني؟ ما تبطل خناق بقى. مالكوا؟ زعلانين ليه يا أولاد؟ شفتي عامل إيه؟ عامل لي إزاي؟ شوفي بقى، إحنا جايين هنا في مهمة نقضيها من السكات ونخلص، إنما هتقعدي تشتغل على الراجل الطيب وتعيطي له، أنا كمان مش حاسة. هتكلم وهتبقى العمليه مش هي. ابني ولا مش كده؟ حد يعمل مراته بالشكل ده؟ تعالى يا حبيبتي معايا. ايه ده يا اخي؟ انا مش تداري امورك شويه وتخليك عايش؟ اعصابي فلتت. وانت حد عارف عنك حاجه؟ امك كانت بتتصنت علينا وعرفت كل حاجه. طول عمرها كانت بتتصنت علينا، انا عارف انا. وانت اشمعنى ما عرفتش تداري امورك؟ ولا هي لماضه يعني وبس؟ ابوك يقول لي يا ولد وانت تقول لي خليك عاقل؟ مفيش حاجه مالها في البيت ده غيري ولا ايه؟ مرزوق. نعم. تعال شوف مصيبه ابنك الكبير. تعال انت شوف خيبه ابنك الصغير. الدكتور داير على حل شعره مع كل واحده شويه. والمحامي سرق هدومه وداري بيعزق فلوسه على الستات وسايب عياله. ومونا مصممه على الطلاق. ومحاسن كمان. محاسن؟
محاسن مين يا راجل انت؟ محاسن مين؟ اه مرتب لك مسعود. هما جم. امال انا بقول لك ايه من الصوت؟ عايزين يطلعوا بالتلاته. انا حصلت مش وقت ايه يا ماما؟ ايه ده؟ اسكتي بلاش فضايح، جرني كده معايا من السكات. يلا يا ماما ده؟ ماما ما تصحي يا ماما، هو ده وقت تنامي فيه؟ لا يا انت التاني ها؟ يا لهوي ده هجوز واحده واطلع اثنين. هما مين اللي هيطلعوا؟ اخواتك يا اختي. اخواتك؟ اخواتي؟ ايوه. ساكت لها يا مرزوق، ما تتكلم ما تفكر يا اخويا، ده انت كبير العيله وراسك كلها حكر. اسكتي، ادي لدماغي فرصه علشان اعرف افكر. حاضر يا اخويا، انا هسكت علشان تفكر. فكر براحتك، لك حق. حاضر، انا هسكت علشان انت تفكر. امار يا خرابي، يطلعوا يطلعوا ازاي؟ قول لي يا اخويا، فكرت؟ اكيد فكرت. قول لي ناوي تعمل ايه؟ منصور حبيبي شيك قوي مش كده؟ مرسي يا روحي. انا بتكلم عن نفسي. وماله؟ انا وانت واحد يا روحي. لا واحد ونص يا سيدي. انا على عرايس الحلوين. عزت عزت ازيك؟ الف مبروك. مرسي. امال فين سناي؟ دخلت تقفل الحنفيه. دخلت تبارك لماما. الف مبروك يا علي. مرسي يا علي. ايه بوز 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 مش هفهم مين سيادته الاول. انا عزت ابن عمها. وانا منصور خطيبها حاليا وهبقى جوزها بعد شويه. منصور بيه. اسمح لي بدقيقه واحده. اتفضل. يا منصور بيه. سيادتك قريت كتاب مستر هوبنز العالم الامريكي المشهور؟ لا. يبقى هنتقابل كتير قوي قوي ان شاء الله. وبيكلم ايه هوبنز ده بالظبط؟ هوبنز ده اللي هيضمن لك حياه زوجيه سعيده لمده 25 سنه تأبيده يعني. يا دي عمتي وجيرانها، اما اروح اشوفهم. عن اذنك. هارد لك. وانا هتدور عليك. انا مش عارف يا عمي اذا كنت اقول لك مبروك ولا شد حيلك. انت عرفت يا عزت؟ عرفت يا عمي، مع اني بذلت كل جهدي اني اوقف المذبحه الزوجيه دي، لكن القدر كان اقوى مني. يلا، هي ناس عايشه على بلاوي ناس، ومأذون بيقبض افراح طلاق جواز ما تفهم، محاكم شهود فتوات. ما تيجي يا ابني كلمهم كلمتين يمكن ربنا يهدي. طب اتفضل انت عنا، عشان في صديق انا منتظر ولازم استقبله بنفسي. انا هحصلك. انا عزك ابن عم العروس. وانا نوسه جت العروس ونعم الجيرة. ماشي، ممكن اشوفك. مش معقول يا حبيبتي، 88 واحد من عيلتنا ومفيش ولا واحد من عيلتكم دلوقتي. ممكن اعرف اخوكي ممدوح فين؟ اصل بصراحة بقى اتخانق مع مراته وهيتطلق. يا ساتر يا رب، ده فال وحش. طب واخوكي مسعود فين؟ هو كمان اتخانق مع مراته وهيتطلقوا. يا نهار اسود، دول فالين وحشين. طب وابوك وامك؟
وهم بقى ما شافوا الحكايه كده اتخانقوا مع بعض ويمكن يتطلقوا. يا نهار اسود ومنيل بني، ده انتوا عيله مطلوقه بقى، عليا الطلاق ما انا متجوزك. ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالى صدقوني يا بلال، الحياه في كل بيت يوم كده ويوم كده. الله، ودي حلاوتها. حلاوه ايه بس يا طنط؟ بعد ما بهدلونا البهدله دي كلها. طبعا طبعا يا محاسن، اللي عملوه ده ما يتنسيش. اسمعي يا بنتي، مفيش حد في الدنيا ما بيغلطش، لكن المهم ان الغلط ما يتكررش. انا غلطت في ايه بس يا طنط؟ غلطتي في ايه؟ انك بتغيري عليه قوي. بغير عليه لاني بحبه. اه ايه بس، الغيره زي الملح مطلوب، لكن لو زاد بيضر. طب وانا اللي سايباه على حريته يخرج ويجي زي ما هو عايز، ولا غلطتش عليه؟ يعمل فيا كده ليه؟ ما انت اخرى يا اختي، لخمتي ولخمتي روحك بالعيال، وانت عارفه ان المعيشه صعب وتربيتهم مش بالسهل. كل ده ما يدينهمش الحق يعملوا اللي عملوه. اني سامح كريم. لو كنا احنا اللي عملنا كده كانوا سامحونا؟ سامحونا؟ دول كانوا علقوا لنا المشانق. معلش يا حبيبتي، معلش يا ضنايا، الراجل لما بيبقى تعبان في بيته بيبقى زي الغرقان ويدور على اشياء علشان يتعلق بيها. حتى لو كان بيتعلق في الغلط ساعتها ما بيقدرش يميز الغلط من الصح، بتبقى سرقاه السكينه. صدقوني انا مش بحميلهم علشان انهم ولادي ابدا، دي تجربه ست كبيره عاشت وشافت وسمعت. يلا يلا يا حبيبتي، يلا يا ضنايا، يلا علشان الفرحه تكمل. يلا يا اختي، اسم الله عليكي، اسم الله يا بنتي، اسم الله. بصراحه بقى انت طلعت مش ولا بد، غلطتوا وتوبتوا خلاص، داروا اموركم بقى عشان ما تنكشفوش. تعرف انا في شبابي لما اتجوزت امكم جت رجلي في الغلط مره. انت يا بابا؟ وانا اقول انا طالع شايل مين؟ اداري لمرزوق. لا لا لا، دي كانت واحده جارتنا في الحلميه، وبعدها قلت توبه، ومن ساعتها لا من شاف ولا من دري. يا لهوي يا مرزوق، عايش معايا عمري كله على غلط. حفيظه عيب مش كده؟ انا طحني بتخدعني يا مرزوق. قلت اختشي عيب؟ ابدا لا يمكن، المأذون اللي هيتجوز بنتي لازم يطلع. كلام ايه ده يا فندم؟ حد يفكر كده برضه؟ سامعين مراتي بتقول ايه؟ ما مفيش حد ما بيغلطش. ايوه المهم الواحد ما يكررش غلطه، صح؟ ومراتي انا كمان. مش عارف. واحد يردك ولا حاجة؟ طلعني حالا يا خاين يا دنيا كدابة. الله عيب يا سلام، ما يصحش اللي بتعمليه ده. الله، انت فاهم ايه؟ لا سمح الله، انا راجل عندي قيم ومبادئ. كل الحكايه ان الهاني مواسير الميه في الحمام بايظه، قصدتني اصلحها لها، رحت اصلحها، خدت الهدوم تتبل، اضطريت اقلعها. كفايه غش، انا كنت عارفه وساكته من زمان، وبقول يمكن يعني، لكن مفيش فايده، الخيانه في دمك. انت عارفه ساكته؟ والله ما انا عداله. يا سنيه ولا يهمك، انا عندي كتاب بتاع واحد فرنساوي يحل لك مشكلتك دي في ثانيه. انا عندي بقى كتاب بتاع واحد موزمبيقي هيجيب اجلك في ثواني. موزمبيقي؟ انا عندي وصفه ليك حلوه قوي تريحك من الدنيا وبلاويها. وانا بدل ما تضحكوا شوفوا لنا حاجه نلبسها نلحق الوليه. صلح بوابير جهاز حنفيات. يا اخي الواحد، انتوا مين الاول؟ لا ده احنا الطبلجيه بتوع الرقاصه. ايه ده يا ستان؟ بتبصوا له كده ليه ده؟ ها؟ تعرفيه منين ده؟ عيب يا دوح، الغيره بالشكل ده وحشه. مسعود. ايه؟ ما نفسكش في عيال تانية يا مسعود؟ لما الرب يدول الأول أبقى حاسس. أنا عندي أباء بكرة يا محاسن.